إذن أيها الأخوة والأخوات، يصل في هذه اللحظات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مسرح قصر بيان العامر للبدء بفعاليات الحفل الختامية لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله ورعاه، معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نستهل به حفلنا هذا آيات بينات من كتاب الله الكريم يقرأها على مسامعكم أحد الفائزين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والحاصل على المركز الأول في الجائزة العالمية، أول الأوائل في حفظ القرآن الكريم وتفسيره، الفائز خالد جاسم العناتي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. أحسنت. الحضور الكريم، نجتمع اليوم لتكريم كوكبة جديدة من الفائزين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده العشرين بعنوان امتنان لأهل القرآن، وهو أحد المشاريع التي نفذتها الأمانة العامة للأوقاف، وذلك من خلال الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه، بهدف تشجيع أبناء الكويت وحثهم على حفظ القرآن الكريم وترتيله، ولتمثيلهم دولة الكويت في المسابقات والمحافل الدولية. حفل الكريم. الآن الكلمة لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية السيد محمد ناصر الجبري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث بالآيات الباهرة رحمة للعالمين، والصلاة على آله وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. القرآن هو كتاب الله الخالد وحجته البالغة على الناس جميعا، ختم الله به الكتب السماوية وأنزله هداية ورحمة للعالمين، ومنهاجا كاملا وشريعة تامة لحياة المسلمين. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا كبيرا. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، نيابة عن إخواني في الأمانة العامة للأوقاف، أقف هذا المقام لأحمد الله على نعمته باستمرار هذه المسابقة حتى اليوم لتبلغ عامها 20، وهو انعكاس إيجابي للاهتمام البالغ من قبل سموكم حفظكم الله ورعاكم، وإلى إسهاماتكم المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى، وحرص سموكم على نشأة جيل من أبناء هذا الوطن على تعاليم الدين الإسلامي الوسطية الصحيحة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده لتفتخر بهذا المستوى الذي حققته في عامها 20، فقد بلغ مجموع المتأهلين للتصفيات النهائية منذ انطلاق المسابقة في عام 1997 حتى 2016 قرابة 27,000 متسابق ومتسابقة، وبلغ عدد الفائزين منذ انطلاقها 6,201 فائز وفائزة يتلون كتاب الله حق تلاوته ويطبقون مبادئه ومثله وقيمه على أنفسهم وأهليهم ومجتمعاتهم. فقد بدأت هذه المسابقة عام 1997 بمشاركة متسابقين من 14 جهة رسمية وأهلية، ووصل إجمالي عدد الجهات المشاركة في المسابقة 20 هذا العام إلى 40 جهة خيرية ورسمية، وتم ضم العديد من الفئات الخاصة للمسابقة، فبدأنا بذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز الكويت للتوحد، ومن ثم تم إضافة فئة المكفوفين، وفي عام 2015 تم إضافة فئة أخرى جديدة وهي فئة الصم، ولم تقفل المسابقة كذلك فئة نزلاء المؤسسات الإصلاحية. وبحمد الله فقد خصصت المسابقة هذا العام لجنة تحكيم لأبنائنا المبتعثين بالخارج، وتم اختيار المملكة المتحدة كانطلاقة يتم تعميمها على بلدان أخرى بمشيئة الله تعالى في الأعوام القادمة. وتشرفت المسابقة 20 بتخصيص لجنة خاصة لكبار السن، وكانت مشاركتهم متميزة حيث بلغ عدد المشاركين من الرجال والنساء 106 متسابق ومتسابقة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إننا لنفخر اليوم بتتويج كوكبة جديدة من حفظة كتاب الله عز وجل في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويدها 20 امتنانا لأهل القرآن لعام 2016 التي بلغ عدد المشاركين فيها 2,022 متسابق ومتسابقة في التصفيات النهائية التي أقامتها في مسجد الدولة الكبير، وبلغ عدد الفائزين 201 فائز وفائزة في مختلف شرائح وفئات المسابقة. وإننا نعاهد سموكم
أن تواصل الأمانة العامة للأوقاف جهودها الحثيثة في استمرار هذه المسابقة في تخريج الحفظة المتميزين الذين يحفظون القرآن الكريم في قلوبهم ويطبقونه في سلوكهم وينشرون مبادئه السمحة في المجتمع. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في ختام كلمتي هذه أتوجه بخالص الشكر والامتنان لسموكم على رعايتكم الكريمة لأهل القرآن ولهذه المسابقة السنوية، والشكر موصول للأمانة العامة للأوقاف والصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه واللجان المنظمة والعاملة في المسابقة والمتسابقين والمتسابقات وأولياء أمورهم ولكل من ساهم بجهده ووقته في إنجاح هذه المسابقة. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالقسط قائمين وبالأعمال مخلصين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، يسرنا الآن أن نقدم الفيلم الخاص عن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده امتنان لأهل القرآن. والروح والريحان يا حامل القرآن. حقيقة هذه المسابقة المباركة في نسختها 20 بحمد الله تبارك وتعالى تسير بخطى ثابتة. حرصنا أن المسابقة تكون تحت رعاية رمز البلد اللي هو سمو الأمير. أصل المسابقة ومقصود المسابقة الأعظم أن نصنع أو ننشئ الحافظ في المجتمع الكويتي. كل الأمم السابقة كانت لهم معجزات، ولكن معجزاتهم انتهت بانتهاء حقبة هذا الرسول وهذا النبي إلا القرآن الكريم. لذلك هو أعظم المعجزات ما بين جميع المعجزات اللي الله سبحانه وتعالى أرسلها لأنبيائه. الناس يعرفونها في حفظ القرآن الكريم، لكن تغير النظرة لما تكون أنت فائز على مستوى دولة الكويت ويكرمك الأمير حفظ الله ورعاه في الحفل السنوي الذي يقام. هذا تغير نظرة الناس لك طبعا بزيادة التقدير والاحترام. من بين الفئات التي دخلت في هذه السنة كذلك الدارسين في بريطانيا، فكان يقرأ في لندن ونسمع في الكويت. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. مسابقة بصراحة لما عرفنا أنها مفتوحة للطلبة الدارسين في المملكة المتحدة وإيرلندا، قلنا هذه فرصة لأنها يعني تخفف وايد عن الطلبة أنهم يجون الكويت أو يسجلون أو يسمعون في الكويت. رتل بصورة قاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان، حبل متين مد من رب السماء بالإنسان. السنة الآن أدخلنا مجموعة كبار السن وهذه ما كانت موجودة. عدد المشاركين من الطلبة المصابين بالتوحد قد لا يكون عدد كبير، لكن هي بالكيف وليس بالكم. فالجهد المبذول لتحفيظ القرآن ليس جهد بسيط من الطالب نفسه ومن المحفظ ومن أسرته. وإلى الآن يعني سنوياً تقام هذه المسابقة بنفس القوة وبنفس
الزخم الإعلامي وبنفس التنافسية من حيث المتنافسين. هذه المسابقة اللي أنا أعتبرها أحب مشاريع الأمانة إلى قلبي. يا حامل القرآن. حضورنا الكريم، الآن ندعو الأخوة والأخوات الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ20 امتنان لأهل القرآن، ندعوهم بالصعود إلى المنصة لبدء مراسم التكريم، فليتفضلوا. أشرقت 20 عاماً بالأمان وتزيت بحروف من جمال، نحن فيها كشعاع من ضياء، حامل باقات شكر وامتنان، حامل باقات شكر وامتنان. بين جنبينا كتاب الله يهدي، وبعينينا إضاءات المعاني، قد شفيعا ورصيدا لارتقاء الدرجات في الجنان، لارتقاء الدرجات في الجنان. ألف شكر لأمير قد رعانا واحتوانا بابتسام واحتضان، وبلاد أنشأت بحروف من جمال، نحن فيها كشعاع من ضياء، حامل باقات شكر وامتنان، حامل باقات شكر وامتنان. والذين علمونا فحفظنا. والآن حضورنا الكريم، يتفضل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه بمعية معالي الوزير محمد ناصر الجبري والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف السيد محمد عبد الله الجلاهمة بتقديم دروع الجهات الفائزة بالمسابقة على المنصة، فليتفضلوا. أولاً، درع التفوق العام وقد حصلت عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتسلمه السيد فريد أسد عمادي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فليتفضل.
ثانيا، الدرع الذهبي وقد حصلت عليه مبرة المتميزين لخدمة القرآن والعلوم الشرعية، ويتسلمه السيد يوسف سالم صميعي رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين. ثالثاً، الدرع الفضي وقد حصل عليه جمعية بيادر السلام النسائية، وتتسلمه السيدة دلال عبد الله العثمان رئيس جمعية بيادر السلام النسائية، فلتتفضل. رابعاً، الدرع البرونزي وقد حصلت عليه جمعية الإصلاح الاجتماعي، ويتسلمه السيد يعقوب يوسف الأنصاري الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي، فليتفضل. والآن يتفضل معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر الجبري والأمين العام للأمانة العام للأوقاف السيد محمد عبد الله الجلاهمة بتقديم هدية تذكارية تكريماً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وهذه الهدية المقدمة لسموه مستوحاة من الصندوق المبيت، تم تصميمه بطريقة مبتكرة وحديثة لهذه المناسبة المباركة، مصنوع من خشب الساج الهندي العتيق ومطعم بالزخارف والنقوش الذهبية المعمارية من تراث البيت الخليجي الأصيل. وأخيراً، يتشرف جميع الفائزين والفائزات في المسابقة بأخذ صورة تذكارية مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فليتفضلوا. شكراً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه راعي هذا الحفل وراعي أهل القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره في وأن يجعله ذخراً لأبنائه دائماً وخدمة القرآن. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً على حضوركم الكريم وتشجيعكم لهذه المسابقة وغيرها من أنشطة الأمانة العامة للأوقاف، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على سموكم بموفور الصحة والعافية. يخدم
شكرا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، شكرا لسمو الأمير الوالد لرعايته لأبنائه، وكلهم بلا شك أبنائه. شكرا لسمو الأمير وشكرا للحضور الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حافظي القرآن منابر لدولة الكويت ولأسرهم الكريمة. أيها الأخوة والأخوات، إن رعاية سموه حفظه الله ورعاه للمسابقة تأتي دعما لنشر القرآن الكريم بين أبنائه وتشجيعا لهم على السير بهداه، لتكون مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده نبراسا مضيئا لأهل الكويت بما قدمته وما تقدمه من خدمة لكتاب الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، يغادر في هذه اللحظات سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مكان الحفل في مسرح قصر بيان، بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب من قبل القائمين على حفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.